هلو ايفري وان، ويلكم باك. ورجعنا تاني ولاد بعد الفصل عشان نتكلم عن امتحان جميل خالص كان 2015 ماتس ابنوب الثانوية. احنا شباب عندنا امتحان جميل خالص للصف الثاني الثانوي. لو بصينا السؤال، السؤال الاول بيقول اختر اجابة صحيحة من بين القوسين موجتان صوتيتان ترددهما 300 هرتز و 600 هرتز تنتشران في الهواء فتكون النسبة بين سرعتيهما. طالما تنتشران في الهواء يعني في وسط واحد، يبقى النسبة اكيد 1:1، يبقى هي الاجابة دي. اوكي، جميع الموجات الكهرومغناطيسية المنتشرة في الفراغ يكون لها نفس، هيكون لها نفس السرعة. الاتجاه بيتغير والتردد والطول الموجي بيتغيروا. كل موجة لها تردد معين وطول موجي معين، عشان كده نقول موجة الفلانية بتاعت المحطة الفلانية على تردد فلاني. لو بصينا للطفل الكهرومغناطيسي يا اولاد هنلاقي ان في فيزيبل لايت، احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي، يبقى هنا في الاحمر وفي هنا البنفسجي. هنا في الانفراريد اللي هو الاشعة تحت الحمراء اللي ليها تأثير حراري، وهنا الالترا فايلوت الاشعة الفوق بنفسجية. الاشعة الفوق ايه؟ بنفسجية، اللي هي بتبقى ليها تأثير كيميائي. طبعا احنا عارفين ان بعد الالترا فايلوت في اشعة وكمان بعديها اشعة تاني، فهنلاقي ان هنا في اشعة اسمها اشعة جاما، والاشعة اللي هي بعد الالترا فايلوت مباشرة بعد اشعة فوق بنفسجية مباشرة هتبقى اسمها اكس. اصلا هي كانت مجهولة الهوية، ما كانوش عارفين تعبر عن ايه. في عالم اسمه رونتنج لقي ان في اشعة ولا هي الترا فايلوت ولا هي جاما، ولا هي الترا فايلوت ولا هي ايه جاما، فسماها اكس يعني المجهول، زي ما نقول في المعادلات سين زائد 3 يساوي 2، فالسين هنا يعني المجهول عايزينه، عشان كده يطلق عليها باللغة العربية اشعة اكس اشعة سينية. المهم يا اولاد، انت وماشي كده اهو في الطفل الكهرومغناطيسي هتلاقي ان هتتحرك بسرعة الضوء، كلها هتتحرك بسرعة ايه؟ الضوء. طيب وانت وماشي كده هتلاقي ان الطاقة بتاعتها عالية بتعلى، انت وماشي كده طاقة عالية. طب ماكس بلانك قال ايه؟ قال ان طاقة الفوتون يتناسب مع تردد الفوتون، يبقى ايه بيتناسب مع نيو. هشيل علامة التناسب واقول يساوي ثابت، الثابت بنسميه ثابت بلانك وليه قيمة ثابتة، بيقول 6 × 10^-34 جول في ثانية. الكلام ده علينا يا مستر؟ اه الكلام ده خدناه في تانية اعدادي، تمام؟ امتحانين في تانية ثانوي، بس عايز اقول لك حاجة، ده هيتحتاجه اكتر السنة الجاية. طب يا مستر يعني هنا الطاقة بتزيد؟ اعلمها بايه؟ ان طاقة جمع كبيرة، طاقة الاشعة الفوق بنفسجية كبيرة، يبقى انت وماشي من اليمين الى اليسار هيكون الطاقة بتزيد. يبقى هنا يا ولاد عندنا هنا هو طول التردد هيزداد زي ما الطاقة ما بتزيد انت وماشي من اليمين الى اليسار كده اهو، وبالتالي الطول الموجي ايه؟ الطول الموجي يقل. ولو بصينا مع بعض حسب العلاقة سي بيساوي لامدا في ايه؟ في نيو. برافو يا استاذ صلاح. طب يبقى انا عندي سي هنا، يبقى ماكس بلانك قال ان الطاقة تتناسب مع تردد الفوتون، يبقى هنا ها كل ما تزيد التردد الفوتون كل ما تزيد الطاقة. طب وعندنا النيو، النيو بيساوي مين؟ لما اقول النيو من القانون ده بيساوي سي على لامدا، يبقى هنا سي على ايه؟ لامدا. يبقى انا كل ما عايزين طاقة عالية يبقى احنا محتاجين تردد عالي، محتاجين طول موجي ايه؟ قصير. يبقى انت وماشي كده اهو طول موجي ايه؟ بيقل، يبقى اشعة اكس دي طول موجي بتاعها ايه؟ قصير، عشان كده بتدخل في موضوع حيوط الضوء. طيب بعد كده يا ولاد بنقول اذا كانت الزاوية الحرجة لوسط بالنسبة للهواء هي 45، فانا معامل انكسار هذا الوسط كام؟ بمنتهى البساطة يا ولاد انا دلوقتي هنراجع على موضوع الانعكاس الكلي. اولا لو سقط شعاع من وسط كبير زي المية عمودي
كأنه ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. طبعا أنتوا حافظين أن الـ N بيساوي كام يا ولاد؟ الـ N بتاعت الهواء بيساوي 1، أما N بتاعت الووتر بتساوي كام يا ولاد؟ 1/3 مثلا. أنا بس حاجة مثالية. طبعا لما يجي يسقط هنا أتي اللايت، فلتكن هنا ها في سورس أو مصدر لمين؟ للضوء تحت المية، فبيطلع شعاع تاني كده اهو مايل بزاوية، ففي زاوية سقوط فاي 1. طبعا هنا هو جاي من وسط كبير لوسط هواء صغير، فهتلاقيه ايه ينكسر، بدل ما يمشي على استقامته لا بينكسر ويبتعد عن العمود وهكذا. لو سقط بارتو زاوية بقى تساوي الزاوية الحرجة اللي بنسميها فاي سي كريتيك انجل، كريتيك يعني حرج، فهنلاقي الشعاع نفسه ماله ينطبق مماسا للسطح الفاصل بين الهواء وبين الوسط التاني اللي هو الوسط الاكبر كثافة. طبعا لو سقط بزاوية اكبر من فاي سي انت عارف هيحصل ايه، هيحصل انه ينعكس انعكاسا كليا في الوسط الكبير. انما تعالى نتكلم على الفاي سي. انا عندي العلاقة بين ان معامل الانكسار للوسط الكبير ليلة زاوية السقوط اللي بنسميها فاي سي علاقة عكسية، فان بيساوي 1 على ساين فاي سي. فدلوقتي لما قال لي في السؤال الزاوية 45 زاوية الحرجة، يبقى هكتب 1 على ساين 45 تمام. هتبص تلاقي 1 على ساين 45 اعملها بالآلة تلاقي 1 على جذر 2، يعني كام يا مستر؟ تحت تحت يطلع فوق، يعني ان هنا بيساوي جذر 2 تمام. وتوسط غير الميه اكيد، ده ان معامل الانكسار المطلق للوسط الثقيل اللي هو الكبير ايا كان. بعد كده عندما ينتقل الضوء من وسط اكبر كثافه ضوئيه الى وسط اقل كثافة ضوئية، فإن أكبر قيمة لزاوية الانكسار هي كام؟ أكيد هي 90. لو بصيت معايا زاوية الانكسار أها في الحالة الأولى كانت سيتا، راح نسميها سيتا 1 تي فاي 1. بدأ هنا الشعاع يبعد عن العمود بكده. الزاوية كام هنا الانكسار؟ 90. يبقى هي الإجابة قولا واحدا تبقى كام يا أولاد؟ 90. طبعا ده كان امتحان مدرسة بنات، فكنا بنقول اذكري شرط حدوث كل من الانعكاس الكلي للضوء وحيوت الضوء. طبعا شرط انعكاس كلي للضوء ان يسقط الشعاع بزاوية سقوط اكبر من الزاوية الحرجة تمام. طبعا هيسقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة وبيبقى في الوسط الاكبر كثافة زي ما انت ما شايف. دي زاوية ايه؟ الزاوية الحرجة. يبقى ساقط بزاوية أكبر من زاوية حرجة، يبقى هو هنا اهو، يبقى ينعكس انعكاسا كليا في الوسط الأكبر ايه؟ كثافة ضوئية. أما شرط الحيوت أن يستخدم طول موجي مقارب لأبعاد الفتحة، مقارب لأبعاد ايه؟ الفتحة. طيب بعد كده بيقول لي من الشكل المقابل احسبي الطول الموجي، ومحتاجين كمان سرعة انتشار هذه الموجة إذا كان ترددها 20 هرتز. بمنتهى البساطة يا ولاد أنا عندي جراف ورسم لي الأمبليتيود أو الإزاحة على محور الصداد، وراسم هنا المسافة بتمشيها الموجة على محور السينات. من محور الصداد بجيب الأمبليتيود، بجيب ساعة الموجة، ساعة إيه؟ الموجة لتبقى هنا هو من موقع الاتزان الى اقصى مسافة تصنعها الموجة على المحور ايه؟ الرأس يا مستر. اما لما اجي احسب طول موجي هجيبه من المحور السينات، عشان هنا مكتوب اكس بالسنتيمتر، وتين المسافة اللي تمشيها موجة تمشي كده اهو. طب مش تي ربع؟ ايوه. وتي ربع؟ ايوه. وتي ربع؟ اه. وتي ربع؟ اه. يبقى هنا اهو كام يا ولاد؟ يبقى طول الموجي هو 40 سنتي. يبقى طول الموجي بنسميه لامدا يساوي 40 سنتي. طب يا مستر لو انت عايز تجيبها بطريقة تاني عادي يا مستر. طب اصل الموضوع ايه؟ اصل الموضوع ان اكس يساوي ان لامدا، فانت لو قلت لامدا بيساوي اكس على ان،
تمام. انا بصيت هنا الاكس دي 40 لكم موجه؟ لموجه واحده. يبقى هنا اتي 40 على موجه واحده تطلع 40 ايه سنتي، يبقى تطلع 4 من 10 ايه متر. اوكي اوكي. طب ايه السرعه تساوي لامتا فرك 1 سي لامتا في النيو؟ اللامتا هنا يا شباب احنا جبناها بكام؟ ب 40، والنيو اللي هو التردد 20. يبقى انا هقول لامتا بكام؟ انا سامعك بتقول ايوه ب 40، ونكتب هنا 40. ونيو كام يا مستر؟ ونيو يا مستر ب 20. بس ركز معايا، اصحى معايا، انت ما حولتش يا مستر. يبقى لازم اعمل ايه؟ اقول 40 على 100 تطلع 4 من 10 متر. 4 من 10 متر. فمبدئيا اشتغل حول كل حاجه اول باول. يبقى هنا هو هتبقى اللامدا هتبقى 4 من 10. طب والنيو؟ نيو قل ب 20، نعملها دي 20 وخلاص. تمام؟ النيو التردد. طبعا نعملها بالاله. تطلع بكام يا اولاد؟ تطلع ب 8 متر على الثانيه. دي كانت سرعه انتشار هذه الموجه. القانون ده يعرف بقانون ايه يا اولاد؟ نسميه قانون انتشار، ايوه سامعك، الموجات. برافو. طيب بعد كده بيقول اقصى ازاحه. اقصى ايه؟ ازاحه يحتزها الجسم المهتز بعيد عن موضع سكونه الاصلي. يبقى دي هسميها ايه؟ ساعة الاهتزاز، اللي بنسميها امبليتيود. بنسميها ايه؟ امبليتيود، اللي هو حرف الايه. اوكي. المسافة التي تقطعها الموجة خلال زمن دوري واحد. خلال زمن دوري واحد، لو بصينا للمسألة دي، وهنا خلال زمن دوري واحد في مسافة اتقطعت، فسميناها مين؟ سميناها يا ولاد ايه المسافة دي؟ مسافة من هنا لهنا سميناها لامدا. يبقى دي اسمها ايه يا ولاد؟ الطول الموجي. طيب بعد كده يا ولاد لما يجي يقول النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في الوسط. سرعة الضوء في الفراغ اللي هي سي إلى سرعته في الوسط بيدينا ان. ان اللي هو معامل ايه؟ معامل الانكسار المطلق للوسط. يبقى النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في الوسط هنسميه ايه؟ معامل الانكسار المطلق للوسط. ظاهرة تراكب موجات الضوء الصادرة من مصدرين مترابطين، الظاهرة دي بنسميها تداخل الضوء. تداخل ايه؟ الضوء. ما النتائج المترتبة على كل مما على كل من تضاعف الطول الموجي لموجة عند انتقالها بين وسطين؟ هو محددش بالنسبة لايه. هو انتقالها بين وسطين يبقى السرعة بتتغير، صح ولا لا؟ والتردد ثابت. طالما تردد ثابت يعني في بيساوي لامتا في نيو. نيو اللي هو التردد اللي بنسميها فريكوانسي، تردد القناة الفلانية مثلا. يبقى انت عندك هنا تردد ثابت، يبقى اللي يحصل لللامدا يحصل للفيلوسيتي للسرعة. يبقى الفي طردي، الفي ماله يا مستر؟ في اللي هي السرعة طردي مع اللامدا. انت قلت تضاعف الطول الموجي عند انتقالها بين وسطين، يبقى هنا ها تتضاعف سرعة انتشار الموجة. طيب نقص المسافة دي بين الشقين في تجربة الشق المزدوج ليانج، اللي هي تجربة التداخل. طب ايه القانون بتاعها؟ تلتا واي تساوي لامتا ار على دي. تلتا واي تساوي لامتا ار على دي. طب احنا هنا هوا شباب، اول ما دي ما بتقل الدي دي ال، تلتا واي ايه؟ تزيد. ماذا يمثل تلتا واي؟ يمثل اتساع الهدب ووضوح الهدب. فطبعا هنا اتساع الهدب يحصل له ايه؟ يزداد.
طيب معانا مسألة جميلة خالص خالص خالص، بيقول إذا كانت المسافة بين الشقين في تجربة الشق المزدوج لتوماس يونغ هي 0.003، يبقى دي هي اسمها دي اللي هي دي، وكان بعد الحائل عنهما هو 1.25 متر يمثل R، والمسافة بين هدبتين مضيئتين متتاليتين ده اتساع الهدبة مستر اللي هو ايه تلتا ايه تلتا واي، يقول احسبي الطول الموجي للضوء المستخدم. هات تجربة يونغ يا شباب الناس اللي ناسيها، هنا نستخدم ليزر او حاتي الطول الموجي وقت المسافة بين الفتحتين بسميها دي، وادي يا شباب الحائل اللي بستقبل عليه الهدب، والمسافة بين هدبتين مطيئتين بنسميها تلتا واي، ده هدبتين مظلميتين برضو تلتا واي، ومطيئتين مسافة بينهم طالما متتاليتين يبقى اسمهم تلتا واي. الهدبة اللي في النص المركزية بتبقى مضيئة، بعد كده هدبة مظلمة أولى، بعد كده هدبة مضيئة أولى، بعد كده هدبة مظلمة تانية، بعد كده هدبة إيه؟ مضيئة تانية، وهكذا. وزي ما بيحصل فوق بيحصل إيه؟ تحت. أوكي؟ أوكي. طب يا مستر يعني إحنا نبدأ نعوض في القانون؟ آه نعوض في القانون. تلتا واي تساوي لامدا آر على دي. فإحنا هنا هنعملها شيفت سولف يا شباب. أو طرفين في وسطين. تلتا واي إحنا قلنا اللي هي بكام؟ 0.00025 يساوي اللامدا بكام؟ اللامدا يا ولاد عايزينها، احنا عايزين اللامدا. احسبي الطول الموجي والار. ايوه سامعك بتقول برافو برافو برافو. 1.25 على كام يا شباب؟ هبص الاقيها على 0.003 متر. اوكي اوكي ما تنساش يا شباب ان في المسائل ممكن ما يجيبش بطريقه ايه، يقول لك الاطوال تي بالمتر، فلعبتها اللي تيك حاجه بالسنتي وتحول حاجه بالملي وتحول حاجه بالمايكرو وتحول حاجه بالانجستروم وتحول، فانت السنتي متر عشان يتحول لمتر بضرب في 10 سالب 2، وملي متر هتحول للمتر اضرب في 10 سالب 3، ومايكرو متر اضرب عشان احول للمتر اضرب في 10 سالب 6، وانجستروم عشان احول للمتر اضرب في 10 سالب 10. ما تنسوش التحويلات يا شباب. ثانك يو فور واتشينج سيس، كنتم مع مستر وجيه المصري. تابعونا.